99 ولكن بعد هذه الكرة يلعب الكرة بعيد وسالة بين أحضان الحارس طبعا ركنية وبعدها سنتابعها تلعب الكرة ركنية كرة بالرأس خلصها ولكن بعيدة وتخرج إلى ضربة مرمى هناك هدف المباراة الأول يلعب الكرة بعيد ولكن بعيدة وتخرج إلى ضربة مرمى لمصلحة الشرطة مدافع طبعا في هذه المباراة مرة ثانية تعود الكرة على الجلوم ولكن كرة ويبغاز الكرة وفي الأخير الكرة تذهب إلى ركنية الكرة على الجلوم اليسرى محاولة يلعب العرضية ولكن الكرة بعيدة وسهلة لحارس المرمى مباريات الهبوط وكان النادي يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة ولكن بعد ذلك ننتظر محاولة المرور من الأول وافتكاك من الثاني وطعم المرارة في 6 لقاءات للتذكير بأن الشرطة هذا السيزون فاز على الكتياب والساحل والإكسر يابا وكرة على غير العادة على غير العادات شاهد معي الصورة سوى المراقبة يا سلام يا تمرير قالوا خذها وقالوا حطها هتافنا أول الجمهورية من الدوري الأول أمام الكونكورد بعد الخسارة الثقيلة بسبع أهداف محاولة المرور ولكن ضيعها في آخر لحظة أي كرة لحد الآن أي فرصة يلعب الكروز محاولة كرة بالرأس يعود شاهد معي العودة شاهد معي الريبلاي طبعا بدون مراقبة لسيقة وكرة بالرأس على يسار الشاشة حيث بأن نادي الحرس الوطني كان يمتلك 4 مرات أو 4 نسخ فيها في زمن إبراهيم بلحة وكرة بالرأس وإبعاد وكرة تخرج وإلى ضربة مرمى طبعا في عصر إبراهيم بلحة اليوم في هذه المباراة ولكن لا يوجد ولا وجود لأي شيء محاولة المرور على شيء الأمراء هل هناك تسلل لماذا؟ هل هناك تسلل لماذا؟ ينتظر ولكن ضيعها وحده بين انفراد في انتظار ماذا سيكون ردة فعل نادي الشرطة إلى هناك تقبلوا تحياتي وإلى أن نجمعني وإياكم شوط المباراة الثاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هدفين لصفر حمل الهدف الأول في الدقيقة تقريبا 10 الهدف الأول كان من جانب اللاعب إدريس بينما حمل الهدف الثاني اللاعب علي طبعا لطوال هذه المباراة الكرة على الجلم اليمنى محاولة يلعب الكروس وكرة بالرأس الكرة تخرج جوات إبعاد الكرة من جانب عناصر نادي الترارزة يبحث ينتظر وتسديد ولكن سلام لازمة مدينة روسو لازمة لمقارعة وتحقيق الهدف الثالث يلا خلص ينتظر ولكن لعز دريس ولكن سهلة هي إن سجل هدفين وبعده قلبت على الطاولة كما حدث في مباراة الثانية والهدف الأول لمصلحة الشرطة هدف أول لعناصر نادي الشرطة اللقاء طبعا سننتظر وسيكون هناك وجه آخر سيكون هناك شكل آخر سيكون هناك إكراه آخر وستكون هناك خلفية أخرى لعناصر نادي الشرطة المتبقية ونهاية اللقاء سيداتي يعني سادتي عشلام تطلق صافرة نهاية هذه المباراة بفوز مستحق لعناصر